ازاي تبدأ ثانوية عامة بشكل صحيح وتضمن التفوق فيها بإذن الله عشان تدخل الكلية اللي نفسك فيها. طيب تذاكر ازاي في الثانوية العامة النظام الجديد، وايه احسن الكتب اللي انت تذاكر وتحل منها، ولو مجموعك في اولى وثانية ثانوي مش كويس ازاي تحسنه في سنة ثالثة، ازاي تكمل مذاكرة من غير ما تزهق او تفقد تركيزك. لازم تلعب وترفع عن نفسك ده اكيد. المهم كل التساؤلات اللي بتدور في دماغك انا هجاوبك عليها بإذن الله. فانا مش هقول لك مجرد كلام نظري يضيع وقتك، لا انا هقول لك حاجات طبقتها وفادتني جدا جدا وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا كرمني وقلتها الناس برضو طبقوها كنظام جديد الحمد لله تفوقوا ودخلوا طب بشري. حرفيا ده اهم فيديو هعمله للثانويه ولخصت تجارب كتير في دقائق، فركز معايا يا صاحبي عشان انا عايز افيدك. ال10 نقط اللي هقول لك عليهم دول فادوني جدا جدا سواء في ثانويه عامه او في الكليه. اول نقطه، وفر الجو المناسب للمذاكره، يعني ما تذاكرش والتلفزيون شغال قدامك او بتسمع اغاني، لان العقل بيتشتت لما يكون اللي بيشوفه حاجه واللي بيسمعه حاجه ثانيه، وانت اللي هتحدد الوضع المناسب ليك للمذاكره. يعني في ناس بتقول لازم مكتب بقى، وفي ناس بتعرف تذاكر وهي بتتمشى، يعني لازم يلفوا البيت كده 100 مره عشان يحصلوا المعلومه. في ناس ما تعرفش تذاكر غير وهم نايمين على السرير، بس في نوعيه من اللي هم بيذاكروا على السرير وبيناموا بعدها بدقيقتين. فلا، لو ده بيحصل معاك فاحسن لك طبعا مذاكره المكتب، واحسنهم طبعا هي مذاكره المكتب، بس انا عايزك تحدد الوضع المناسب ليك واللي بيخليك مستريح. النقطة الثانية هي لما تاخد درس وترجع من الدرس لازم تراجع عليه ولو حتى مجرد قراءة بسيطة كده وتحل عليه، لأن ده حاجة أساسية في تثبيت المعلومة. النقطة اللي بعدها هي ما تذاكرش أبدا من أكتر من مصدر، لا واحد مصدر مذاكرتك يكون مصدر واحد بس، عشان أنت ممكن في الامتحان ما تكونش عارف الإجابة بس تفتكر كده مكان الإجابة، أه دي كانت في الصفحة الكذا، تشبه عليها فتشوفها في الاختيارات في البابل شيت مثلا فتختارها. يبقى إحنا كده هنوحد مصدر مذاكرتنا يبقى مصدر واحد بس، أما في الحل بقى حل اللي يعجبك بس ما تعقدهاش على نفسك في الاول. النقطه اللي بعدها اللي مهمه جدا جدا هي نقطه الصحاب. هتقول لي صحاب ايه انا مالي، بس معظم الناس بتغفل عن اهميه اختيار صاحبك دي، بس بيدركوا اهميه النقطه دي يوم النتيجه. مهم جدا ان انت تختار صاحب صالح مش صاحب سوء. معنى اصلا انك داخل الفيديو ده وكملت لحد دلوقتي فانت عندك حلم، عندك طموح، عندك كليه نفسك فيها، فانت لازم تختار صاحب شبهك يشجعك للاحسن، تذاكروا مع بعض، ما يقولكش يلا يا اسطى فكك من الدرس وتعالى نلعب لنا جيم بلاي ستيشن، انت فكك من اشرف كوخه وحماده سوسته والناس دي وهتلاقي حياتك بقت احسن. هتقول لي ان دفعتي كلها ضربه ومش لاقي حد شبهي والكلام ده كله، يا عم انت معاك ربنا سبحانه وتعالى فخلاص، يعني انت مش محتاج اكتر من كده. النقطه اللي بعدها بقى نقطه العين اللي هو داري على شمعتك تقيد. انا بشوف ناس في ثالثه ثانوي اول ما يخلصوا مذاكره شابتر مثلا لازم ينزلوا ستوري على انستا ستادينج تايم ستادي ناو ومش عارف ايه، يعني انت العين عليك دلوقتي حرفيا، كل الناس متركباك والمقارنات بقى مع ابن خالتك ومش عارف ايه، انت اصلا العين عليك دلوقتي فالموضوع مش ناقص، يعني ممكن بعد ثالثه ثانوي تعمل اللي انت عايزه. اه بمناسبه الانستا ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا اللي هو ده اسم اليوزر عشان نبقى اصحاب، يعني انا مش عايز ده يكون مجرد فيديو بس، لا انا عايز نبقى على تواصل دايما طول السنه، لو احتجت اي حاجه وقف قدامك سؤال في المنهج، وقف قدامك سؤال يعني عايز تسأل عن اي حاجة ابعت لي هناك على انستا، انا اكتف هناك على طول، نزل هناك برضو ستوريز كتير جدا تفيدك كمذاكرة، فدي حاجة تفرحني جدا ان ده ما يكونش مجرد فيديو خلاص، لا ده احنا هنبقى على تواصل مع بعض دايما ان شاء الله. او كنا بنتكلم بقى في نقطة اللي انت لو خلصت جزء كويس مثلا في المنهج ما تروحش بقى تقول لاصحابك انا خلصت كذا وتعالوا نحتفل ومش عارف ايه، خصوصا لو انت واحد شاطر اصلا، فربنا يحفظكم يا رب ويبعد عنكم عيون الناس اللي بتفلق الحجر. النقطة اللي بعدها نقطة اللي انت ما تقارنش نفسك بحد ابدا، انت هتعمل مجهود بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يشوفك بتعمل مجهود فعلا فربنا يكرمك، ما تقولش بقى ان اللي صاحبي بيذاكره في نص ساعة انا بذاكره في 4 ساعات، ربنا سبحانه وتعالى شايفك بتتعب هيكرمك، انت تعبت اكتر ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك اكتر. خصوصا لو نيتك من الكلية اللي انت نفسك فيها نيتك خير اصلا، اللي انت تساعد الناس، اللي انت تساعد الغلابة وهكذا، فاكيد ربنا هيكرمك لا تقلق. بس انا عايزك تقارن نفسك بنفسك، يعني ايه الجملة الغريبة دي؟ اللي انت مثلا امبارح ذاكرت ساعتين بس، النهاردة هتقارن نفسك اللي انت هتذاكر اقل ولا اكتر؟ يعني باذن الله يكون اكتر. انت مثلا ذاكرت امبارح ساعتين، النهاردة جرب تذاكر 2:30، ما تقوليش بقى ذاكر 4 ساعات، لا يعني تدريجيا صدقني الموضوع هيبقى بسيط جدا. النقطة اللي بعدها واللي انت اكيد عارفها هي قربك من ربنا سبحانه وتعالى ورضا والديك، لان ربنا هو اللي في ايده درجاتك وايده نجاحك وتدخل الكلية اللي نفسك فيها وكل حاجة، ورضا الوالدين يا جماعة مهم جدا، يعني لو والدك ووالدتك راضيين عنك تلاقي الدنيا ميسرة ليك كده حتى في المذاكرة حتى جوه الامتحانات، فمهم جدا النقطة دي يا جماعة. النقطة اللي بعدها هي نقطة الحل، ودي أهم نقطة بصراحة، يعني أنا بالنسبة لي مذاكرة الدرس كده 30%،
تراجع عليه 20%، 50% بقى الباقيين للحل، لان الحل هو اللي بيدربك على جو الامتحان، هو اللي بيدربك على النقط اللي تركز عليها، فبعد كده وانت بتراجع المره الجايه تركز على النقط اللي انت غلطت فيها. طبعا وانت بتحل لازم تعلم على النقط اللي انت غلطت فيها عشان ترجع لها بعدين، حتى بعدين انت مش هيبقى عندك وقت اللي انت تحل كل التدريبات دي تاني، فتشوف بس النقط اللي انت معلم عليها. النقطه المهمه جدا اللي بعدها هي نقطه الدعاء يا جماعه. انت لما تقعد تلح على ربنا يا رب اجيب 100% يا رب اجيب 100%، وصح انا بستغرب من الناس جدا اللي هو يا رب اجيب 91.2 من 10. يا عم طب اطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعني دي الحاله الوحيده اللي مسموح فيها الطمع، اطمع في كرم ربنا، يقول يا رب اجيب 100%. انا ده كان دعائي دايما، جبت كام؟ 99.5%، يعني يوم ما تهيف كل نظام جديد ومش عارف ايه، يقول يا عم يا رب اطلع الاول على الجمهوريه. في ناس بقى مخيلتها اللي هم لما يسموا الاكونت بتاعهم يا رب مثلا مريم تجيب 98%، هي كده خلاص ما تذاكرش بقى، لازم ربنا سبحانه وتعالى يشوفك بتتعب وتجتهد عشان يكرمك. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لان دي حاجه هتشجعني جدا وهيوصلك كل جديد على طول. وبرضه ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستا تاني، لان ده هيكون مصدر التواصل ما بيننا طول السنه. يعني انا قلت لك انا مش عايز ده يكون مجرد فيديو بس، لا، اي سؤال يقف قدامك اي حاجه باذن الله اجاوب عليه. كان معاكم دكتور عمرو البركي في طب بشري عين شمس، اتمنى ان انا اكون افدتكم يا اخواتي ولو بنسبه حاجه بسيطه، وشكرا.